Vowels letters الأحرف الصوتية، وهي خمسة حروف: A E I O and U، ومهمتها هي أن تساعد في لفظ الكلمات. نبتدئ أولا بالحرف A، يلفظ A في أول الكلمة وفي وسطها إذا لم تكن منتهية بحرف إي، ومثالا عليه man, bad, cat. يلفظ A مفخمة إذا كان متبوعا بحرف R، ونذكر مثالا عليه mark, dar. الحالة الثالثة أنه يلفظ A إذا جاء في وسط الكلمة المنتهية بحرف E، نذكر مثالا عليه game. يلفظ A إذا جاء بعده حرف I مثل mail, aid. ويلفظ O إذا جاء بعده حرف L أو W أو U، نذكر مثالا عليه ball, awful, audio. ننتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف E. أولا يلفظ ياء مشبعة إذا جاء مكررا مثل feed, seam. الحرف الثالث الحرف U، إذا جاء قبله حرف O فيتم لفظهما معا أو، مثال mouse, out.